والترتيبات التنظيمية هي تدور الدورة 13، وأيضا دورة 13 بطبيعة الحال تجي في إطار يعني تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة، والإشراف الدولي دائما اللي هو الفيدرالية الدولية للترياتلون والفيدرالية الإفريقية وأيضا الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، وبطبيعة الحال مؤسسات عمومية كوزارة الشباب والرياضة، السلطات الإقليمية المحلية، الجامعات الترابية كجامعة العرائش إقليم العرائش وجهة طنجة تطوان حسين. سوف نعطيك الكلمة للسيد رئيس الجمعية عبد المجيد الشبابي، ثم بعدها السيد رشيد صروخ اللي هو مدير هذه الدورة وذلك قدم لها حضار مرأة مباشرة ندخلوا للأسئلة ديالكم. شكرا سي مجيد. شكرا سعبت الله خليتي المقر كشفكم على هذا الندوة الصحفية اللي كتعطي عبد الواحد الأهمية كبيرة عبد الواحد الأراضيش، وكشكروا الإخوان ديال الجمعية اللي هما يكونوا واحد يعني واحد العمل مهم، ولهذا اللي غادي نقول لك نشكركم جزيل الشكر، وكنتمنى بان تكونوا حنايا في الصواب. هذه واحد القصه صغيره كتتعلق ب واحد عملوا واحد لا كونفيرونس انترناسيونال ديال الترياتلون في لاشين، ولا بريزيدون ديال لا فيدراسيون انترناسيونال اسمها ماريسول كاسارو قالت بداك بعد ما شكرت الى اخره، كانت عندي واحد الطفل صغير، وهذا الطفل الصغير كنحاولوا نربيوه باش يكبر، وهذا الطفل الصغير كان مدينه العرائش في المغرب، معناه العلاقه ديالنا معهم علاقه طيبه، وهما بصراحه اي حاجه طلبنا لهم هما يعني كيدعمونا. مثلا جاو اساتذه من الجامعه الدوليه وهما اللي عملوا لا فورماسيون ديال لي جوج هنا في الحكام في مدينه العراقيش، ودابا راه كاينه واحد الاتفاقيه ما بين الجامعه الاسبانيه مثلا و سبور بوردوس اللي كتراسها الزهر، اللي غادي يقوموا بواحد دي فورماسيون ديال اورنيزاسيون ديال الحكام، يعني العلاقه علاقه طيبه، واي حاجه كنطلبوها كيتعاملوا معنا وكيعاونونا.